المشكلة بالعراق هي موجودة بكل المنطقة العربية مع الأسف. طائفة صارت بديلة للوطن، ماكو وطن، ماكو مبادئ، ماكو قيم، ماكو أخلاق. خذوني لي مثلا، أنا رجل عراقي جبوري سني، زوجتي من عشيرة شيعية، المفروض بالأول عراقي بعدين تجي الديانة. الكل عراقيين. الله ينور عليك يا أستاذ سعد، الله ينور عليك. ما هو أصل الحكاية إيه؟ ما أصل دول واعين مع دول وعمالين يضربوا في دول وبعدين يتحالفوا مع دول عشان يخلصوا على دول، وفي الآخر إيه؟ لا هنلاقي دول ولا هنلاقي دول، ولا أنا بتكلم غلط؟ لا أستاذ ناجي لا تزعل علي، أنا أشوفك من حاز الدول أكثر من دول. يا راجل دول حبايبي، أنا بس بقول يعني إن دول يخفوا شوية على دول، مش عشان يستقوا بدول يقوموا يخلصوا على دول يعني. ولا أنت إيه رأيك؟ ربنا يتمم بخير إن شاء الله. لازم أبو القاسم، حماته تحبه. خليك أنت عم سعد، كمل طاقتك، أنا أروح أفتح لك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ سعد موجود؟ سعد مين؟ الأستاذ سعد. في حد هنا اسمه سعد؟ أستاذ سعد. ربنا ييسر. أهلا أهلا أستاذ ستور، تفضل كلك لقمة ويانا. لا لا لا، شكرا. خليك ويا ضيوفك. مرحبا يا شباب. اكو شيء استاذ ستوري؟ لا ماكو شيء. بس حبيت اخذ من وقتك 5 دقائق تشرب قهوة وياي بالبيت. اكو موضوع مهم نحكي به. ان شاء الله ان شاء الله اكمل العشاء ويا الضيوف وجاي لك ان شاء الله. اهلا بالضيوف. يعني لو تتفضلوا وتشرفوني بالبيت. بيتي هو بيت الاستاذ سعد. احنا اخوة واشقاء، ماكو فرق. عن إذنكم أستاذ سعد. نعم. أنتظرك بالبيت إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. أهلا أهلا وسهلا. أهلا. إن شاء الله. هو ده ستوري؟ ايه هو ستوري. أعوذ بالله، ده من أول ما دخل شفط الأكسجين من المكان. كان عايز ايه؟ هو يجي من ورا هذا الرجل غير الشر. يا ستار يا ستار. ما قلت لي استاذ سعد؟ نعم. ذول الناس اللي عايشين يمك بالبيت ما قلت لي منين؟ اكيد اكيد من مصر مو؟ اي لا هم من مصر. صح من مصر. يعني ايش دا يسوون بهاي الظروف؟ الرجل الختيار اللي شفته اسمه نادي عطله. اخوه كان مدرس معانا هنا بالمدرسه 7 سنين. راهم فقد، جايين دا يسالون عليه. اخوه مفقود. شو وقت انفقد؟ بال2003. يعني مفقود من 2003 وليه سيسألوا عنه؟ يا أخي مخلصين مخلصين جدا. أنت تعرف أستاذ سعد، ما حد يسأل عن أحد بهاي الأيام. ستوري هذا أخوهم، أخوهم أخو ناجي عطلة. أخو؟ زين دول الشباب شنو وضعهم؟ هذا قسم من عندهم ولد ناجي عطله، والقسم الثاني ولد اخوه. يعني مفقود من 2003 والعائله كلها مسافره تدور على واحد مفقود. يا اخي عاطفيين عاطفيين جدا دول المصريين. ستوري ما تفهمني انت شو تريد؟ شو تريد؟ ترى هاي لهجتك انا ما عجبتني. انا ما دا اكذب عليك، دا احكي لك الصدق. يعجبك يعجبك، ما يعجبك الى حيث.
أرجوك أستاذ سعد لا تفهمني غلط، أنا أريد أساعد ناجي عطا الله. يعني أنت تعرف أنا رجال معروف وعندي علاقات واسعة ببغداد، إذا رادوا أقدر أعرف لهم مصير ابنهم المفقود، يعني عايش ميت مخطوف معتقل، هذا كل هدفي. شكرا ستوري، هم يعرفون شلون يدبرون أمورهم. لا أكيد دبروا أمورهم، والدليل اللي حصل مكتبه أبو القاسم اليوم الصبح، سووا مجزرة، الشباب يعجبوك 10/10. أنت إذا تعرف كل هاي الأخبار ليش دا تسألني ليه؟ ماكو شيء ببغداد يصير سر أستاذ سعد. الخدمات في على حد قوله. بدورها عدت كتلة الأحرار تكرار المواجهات في سجن البلديات وورقة ضغط سياسية على التيار الصدري. وقال عضو الكتلة حسين اللامي إن الاضطرابات التي يشهدها سجن البلديات ضمن مسلسل الضغط على التيار الصدري يتنازل عن موقفه الداعم. أهلاً 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 وسهلاً، أهلاً زينب شلونك؟ تفضلوا تفضلوا، أهلاً وسهلاً. أهلاً حبيبتي، شلونك عبد الرحمن؟ تفضل عيني، تفضلوا 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 تفضلي تفضلي تفضلي. هاشبيك حبيبتي، هاشبيك خير خير؟ هاي شنو عبد الرحمن ليش تبكي؟ هاشبيك خير خير، ماكو شيء، قدر الله وما شاء فعل. منين الاخوان؟ يا اهلا وسهلا. الاخوه ضيوف سعد من مصر. اهلا وسهلا. لقى عطا الله الدبلوماسي السابق، ودول زي ولادي بالضبط، مدام كاميليا المدام بتاعتي. اهلا وسهلا، اني عبد الرحمن زوج زينب اخت استاذ سعد الصغيره. اهلا وسهلا. تفضل تفضل، استريح ليش واقفين، تفضل تفضل تفضل. اهلا شيخ عبد الرحمن. اهلا استاذ ناجي، اهلا وسهلا. يا مدام زينب بتعاطي لي خير؟ عادي عادي استاذ ناجي، عادي تعودنا على هاي الامور. معلش انا اسف، يعني هو ايه اللي حصل بالضبط؟ دزولنا الورقه اياها. وريت ايه؟ هاي الرساله. أنا شيعي وزوجتي زينب سنية وعايشين بمنطقة اسمها الدورة، غالبيتها سنة. عندكم المنطقة تقسمت كمان لسنة وشيعة؟ للأسف أستاذ ناجي، الانتماءات الدينية هي اللي تقود خارطة المنطقة هاي الأيام. والبارحة دزلنا هاي الورقة بهاي الرصاصة، وهذه الورقة مكتوبة بها جملة واحدة: عليكم أن تقفون الدورة خلال 24 ساعة. وكده من غير مقدمات؟ للأسف الآن بالعراق ماكو مقدمات لأي شيء. من تنطرد وتتهجر من بيتك أول شيء تفكر به شلون تحافظ على عائلتك وتنقل أطفالك أقرب مكان آمن. والدورة دي فين؟ 10 دقائق منها، قريبة مو بعيدة. ألا بتهجروا من حي لحي؟ ده اللي افترى ده. استغفر الله العظيم. الله بابا عيب، ايه عيب بابا عيب، وين سيبه سيبه، انا بحب الاطفال. ايه الحلاوه دي؟ انت اسمك ايه؟ لؤي. لؤي اسم جميل، ابوس ربنا يحفظه لك. الله يخليك استاذ ناجي. فوزيه استاذ سعد وين؟ راح مشوار على ستوري. ستوري؟ ايش قدام ستوري؟ ستوري صار لك ساعتين تلف وتدور، ما تفهمني انت مين؟ أنا ما رأيت شيء، أنا رأي تعرفني على ناجي عطا الله، بصير صديقي. بيها غلط هاي؟ اللهم طولت يا روحي. ستوري الصداقة ما تنفرض فرض. أكيد الصداقة ما تنفرض فرض، أنا بس حبيت أحكي وياه، يمكن أفكر أسوي بيزنس مشروعات بمصر، يعني يقدر يساعدني. أنت مو تقول عليه دبلوماسي؟ يعني رجل مهم. ستوري أستاذ ناجي عطا الله ما له علاقة بالبزنس، ما يحب البزنس، ما يحب الفلوس، ما يطيقها. ماكو واحد ما يهتم بالبزنس ويحب الفلوس ما عداك أستاذ سعد، أنت حالة خاصة. ما يخالف أسولف وياه وبعدين أجيب لك النتائج. هو إيش قد قاعد عندك بالبيت؟ 3 أيام واقفة. يعني باكر نقدر الظهر نشوفه. ستوري اسمح لي،
ترى عيب علينا احنا نخلي ضيوفنا بالبيوت ببيوتنا ونجي نسولف وياك. اسمح لي. قهوتك ما شربتها. قهوتي ما احبها، بردت، شربها انت. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.